المصري والمرشد السياحي وعضو الجمعية التاريخية والجغرافية. برحب بك يا بسام، نقولك صباح الخير. صباح الفل على عيونكم جميعا، وصباح الفل يا مصر. صباح الخير يا بسام. صباح الفل يا ابو ليمان. بسام، احنا النهارده موضوعنا بنتكلم مع المستمعين عن مسار الثوره، هل احنا ماشيين في المسار الصحيح ولا في شويه انحرافات عن المسار؟ اللي عايز اكلمكم النهارده عن حاجه تاخدكم شويه بعيد عن اللي بيحصل في الشارع المصري ولو لخمس ست دقائق يعني. لا، ما انا عايز اقولك برضو بسام في نقطه مهمه. ان التاريخ دايما يقولك التاريخ يعيد نفسه. تعال نشوف اجدادنا عملوا ايه من زمان قبل ما يبنوا الاهرامات. صحيح، عشان نعرف هما بنوها ازاي. دي نقطه مهمه. لان في ناس كتيره يعني لما تيجي تتسائلي كده وتفكري بينك وبين نفسك تقول ايه؟ تقول طيب هو الحضارة المصرية القديمة دي اللي احنا بنفتخر بيها دايما، اللي احنا بنفتخر بيها دايما ونقول دول اجدادنا. طيب هل دول ناس ناموا بالليل صحوا الصبح بنوا هرم بكل هذا الاعجاز الهندسي وحساب المثلثات؟ هل الناس دي نامت بالليل وصحت تاني يوم الصبح اخترعت علم اسمه الفلك؟ يبقى صنعوا الحضارة او ازاي؟ علم، ايوة تمام، او علم اسمه حساب المثلثات او علم اسمه علم الطب او الصيدلة او ولا الناس دي كان في تحضير، وده الشيء المنطقي بقى، كان في تحضير للحضارة ديت. تمام، كان سخنوا. مين اللي سخن؟ بلغة الكورة يعني، مين اللي سخن؟ مين اصل الفرقة دي لو نزلت تلعب على طول هيجي لها كرامب على طول وهيجي لها شد عضلي. صح، فلازم يسخنوا قبل الماتش. اللي بيجري حوالين المضمار ده اللي بيلعب في السباق ده لازم برضو يسخن. فاذا مين سخنوا لعصر الاهرام وعصر التألق العلمي؟ مين؟ اكتشفوا المنقبين على مدار السنين الكتير قوي 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 كم من الحضارات المصرية سموها ثقافات، سموها كده بالثقافة، ثقافة كذا ثقافة كذا، ويسموها كالتشر، سميها حضارة سميها ثقافة الاثنين صح، واطلقوا عليها حضارات ما قبل الأسرات. يعني قبل ما يحصل التوحيد بتاع القطرين اللي احنا كلنا ذكرناه ده كانت هذه الحضارات موجودة. تخيلوا بقى في حضارة في مصر اسمها مرمدت بني سلامة. بالميم. ودي حضارة تم دراستها، مش عايز اقولك يعني الناس عاملة ايه في دراسة مرمدت بني سلامة. فين مرمدت بني سلامة؟ دي جنوب غربي الدلتا. انت بتتكلمي في الشمال، بتتكلمي في العصر الحجري الحديث، بتتكلمي على 5000 سنة قبل الميلاد. بس هذكركم ان التوحيد بتاع القطرين هنتكلم على الكتابة، عصر الكتابة، بتتكلمي في حوالي 3300-3400 قبل الميلاد. دي الكتابة كما نعلمها في مصر القديمة، لكن قبل كده طبعا كان في رموز، كان في كتابات كثيرة. في حضارة تانية تحفة اسمها حضارة العمري، ديت في حلوان. في حضارة وادي حوف، وادي حوف ده في جنوب الدلتا شرق النيل بقى. وخد بالك الحضارات ديت شرق النيل، وفي نفس الوقت لما جم يقعدوا الناس المصريين العظام دول بقى جم قعدوا بعيد عن الحتت بتاعة المناطق المنخفضة عشان يتجنبوا خطر الفيضان. فشوف الذكاء، علشان المواصفات الجغرافية بتاع المكان اللي هم هيقعدوا فيه تبقى بالنسبة لهم مناسبة. عندنا حضارة اسمها حضارة الفيوم. حضارة الفيوم ديت ظاهرة في حتت كتيرة، زي طبعا اكيد انتوا بتسمعوا عن وادي حيتان. طب لكن وادي حيتان ده اكتشفوا فيه كثير من المتحجرات وكثير من الهياكل العظمية المتحجرة لحيتان. بس انت هنا بتتكلمي بقى على عصر الديناصورات بقى وحاجات كده، يعني لسه من كام سنة كانوا مكتشفين ديناصور لحوت بيبي كده صغير سنه 40 مليون سنة. و40 مليون سنة ده يعني بيبي صغير في التاريخ بتاع تاريخ المتحجرات وتاريخ الفصل وتاريخ الحاجات اللي هي لها دعوة بالديناصورات. حضارة دير تاسة بأسيوط، دي على الضفة الشرقية، دي حضارة رهيبة في الجنوب، ونفس الحكاية. حضارة المعادي، تخيلوا في ثقافة وحضارة اسمها حضارة المعادي، دي برضو شرق النيل، دول استخدموا النحاس. فده معناها ايه؟ ده معناها كل دول كانوا قبل الاهرام وقبل ابو الهول. كل دول ابو الهول، قبل ابو الهول وقبل الاهرام وقبل التوحيد. كانوا بيمهدوا بقى للحضاره دي. انا اعتقد ان هم دول اللي سخنوا بقى، هم دول اللي حضروا المصري بمحاولاتهم. عندنا منطقه اسمها الكاب، دي تبع محافظه اسوان في الجنوب. الكاب دي كانت اكبر تجمع حضاري بجنوب مصر. يعني هذه التجمعات يا جماعه كانت تجمعات رهيبه، يعني وادي حوف لقوا فيها
ان الناس كانت بتطلع ورد يهدى للمتوفى. يعني عادة ان انت تطلعي ورد اللي بيعملوها في بلاد برة اللي بيعملوها في الغرب، تبص تلاقيهم ايه جايبين ورد وبيحدفوه جوه المدفن مع التابوت بتاع المتوفي. العادة دي كانت في مصر القديمة جدا بقى، مش مصر القديمة، 5000 سنة قبل الميلاد. في حلوان مثلا درس أساتذتنا الكبار أقدم سنارة لصيد الأسماك علشان يقدروا يصطادوا بيها السمك، ودي كانت معمولة من قرن الحيوان. يعني قصدي أقولك من الطبيعة قدروا أن هم يعملوا حضارات وثقافات حضرت المصري القديم، وبالتالي يبقى منطقي بقى ان المصري القديم دوت يبزغ كده ويطلع كده في شمس الحضارات كده وفي سماء الحضارات علشان يقول للناس تعالوا يا جماعة احنا لنا جذور. يعني حتى المصري القديم ذات نفسه هو ذات نفسه لجذور. يعني انا عايز اسألك عن النقطة دي بسام، من نقطة المصري القديم احنا بنقول الثورة وده يعني خرجت عن مسارها. طب المصري القديم الشخصية المصرية خرجت عن مسارها كمان في مرحلة حصلت بعد طول حكم. يعني كان في ملك اسمه بيبي الثاني، وده حكم 94 سنة. الملك دوت دبت في أواصر الحكومة الفساد والوهن، فخرج الموضوع عن طوع الناس، وبدأ كل حاكم إقليم ينفرد بالإقليم بتاعه في الحكم. يستقل بقى. يستقل. ودي بقى إشارة وجرس انذار بيبعتهن التاريخ، وانا بدوري بنقله لكل الناس المصريين العظام. خدوا بالكو ان لما بيحصل انفصالات ولما كل واحد بيشتغل لوحده على طول كده احسبها ضعف ووهن، وضعف ووهن في التاريخ المصري ايكوالز على طول يساوي على طول كده هو تدخلات على طول. في ممالك في الخارج، ده في مصر القديمة كان يوجد ممالك نفسها ومنع عينها تاخد شبر من أرض مصر. صحيح. دائما سيناء، دائما الدلتا، من كل حتة، من البحر المتوسط، من برا، من الحيثيين، من الحيثيين، من البابلي، كل الناس دي حاولت انها تخش مصر. ولذلك هقول لكم على جملة أخيرة لطيفة قوي، لما جت حتشبسوت وليست حتشبسوت، لما جت حتشبسوت بالألف، يعني حاء ألف أيوة. حاط المقدمة بالهيروغليفي، يعني حاط في عندنا ملك اسمه إيمن إم حاط، إيمن أمون في المقدمة، الشمس في المقدمة. حتشبسوت لما جت حكمت ال 22 سنة بتوعها كانت سنين من السلام والرخاء والطيور الجميلة والزهور وحاجات بالمنظر ده. طبعا بعض المؤرخين قالوا لا، في الوقت ده احنا عايزين حاكم، هي كانت قوية وكل حاجة، لكن كانوا عايزين حاكم عسكري يجي بعديها على طول جحطمس الثالث اللي احنا خطأ بنسميه جحطمس الثالث، وعمل 17 حملة عسكرية ويقال 18 كسبهم كلهم، كسب كل المعارك الحربية بتاعته. فالناس المؤرخين يقول لك ايه، طب ايه اللي خلى جحطمس الثالث يعمل ال 17 او ال 18 حملة بتوعه؟ ففي ناس فسرت ان لا، هو كان من المفترض ان ده يحصل علشان مصر تبعت رسالة لكل الممالك اللي هي طمعانة فيها بعد ال 22 سنة بتوع الهدوء دول، لا برضو احنا عندنا جيوش وعندنا رد فعل، ومحدش يفكر او تسول له نفسه ان هو ايه، ان هو يقرب من مصر. بسام عايز اشكرك، احنا عايزين جرعة تاريخية وفي التاريخ عايزة ومعرفة وعلم ودايما التاريخ بيدينا دروس. حضر يعني احنا وحضر دايما وحضر وحضر طبعا. ولذلك الجمله اللي بكررها كل مره، الا تقرأوا تاريخكم لكي لا تعيدوا اخطاء. وعايز اقول لك على حاجه كمان، المعروف عننا طوال تاريخنا ان احنا، وده اتقالت على لسان اعدائنا حتى، اننا شعب لا يقرا. يعني انا بتمنى ان امه اقرا تقرا، احنا اتمنى ان احنا نفهم بقى وناخد دروس من التاريخ، وزي ما بيتقال يا بسام التاريخ دايما بيعيد نفسه. بنشكر استاذ بسام الشماع كاتب المصريات والمرشد السياحي وعضو الجمعيه التاريخيه والجغرافيه. شكرا. صباح الفل.